الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم 29 من رمضان، خاطرة رقم 33. حديثنا عن القرآن الكريم. نزل رجل من العرب على عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إليه فقال: إن استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا، يعني طلبت من رسول الله أن يعطيني وادي، ما في العرب أفضل منه، ولقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطعتك، مش عايز. العربي نزل على عامر، هذا رجل من العرب، وعامر أكرمه، فقال له: أنا لما ذهبت لرسول الله طلبت منه أن يعطيني وادي، فأعطاني وادي ممتاز جدا، ما في العرب في ديان العرب وادي أفضل منه، وأنا شايف أنت رجل محترم كتير وأكرمتني كتير، أنا عايز أعطيك أنت وعاقبك وأولادك قطعة من هذا الوادي. قال عامر: لا حاجة لي في قطعتك. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، يبقى السبب في الرفض إيه؟ تعيشوا مع القرآن. قال له إيه هي؟ قال له: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورة الأنبياء. أرأيتم كيف يتعاملون مع القرآن الكريم؟ هناك أرض أخرى، أرض لا تنفد ولا تبيد وليس فيها جدب، أرض خضراء دائما، تربها المسك والزعفران، ما فيهاش طين ولا وحل، فيها نعيم أبدي، نعيم أبدي. هكذا كانوا يتعاملوا مع القرآن ويتفاعلوا معه، مع كتاب الله عز وجل. السؤال: في سورة الملك هناك آيات كثيرة بتعرفنا بالله عز وجل وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أذكر ثلاثة مظاهر تؤكد هذا المعنى مع الآيات الدالة عليها، ثلاثة مظاهر تؤكد هذا المعنى مع الآيات الدالة عليها. سبحانه وتعالى. العمل الصالح من صور الشكر ايه؟ سجود الشكر، وده السجود الوحيد اللي ان تسجديه بدون وضوء، لان ساعة ما بيجي الخبر السعيد او بيترفع عني هم من الهموم، الانسان بيبقى من شدة الفرح مش هيروح يتوضى، هيخفض ويخبو ذلك الايه الفرح، يسجد في مكانه، في مكانه. سجود الشكر والثناء على الله سجدة واحدة، ما عندناش صلاة اسمها صلاة الشكر، احنا عندنا سجدة الشكر، سجدة واحدة. وبنشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعم. من صور الشكر ايضا الاكثار من حمد الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كذلك من صور الشكر إخراج زكاة الفطر، امتنانا لله عز وجل الذي يسر لنا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة التي قمنا بها. إخراج زكاة الفطر شكرا لله على أنه يسر لنا الصيام والقيام وسائر الأعمال التي قمنا بها. صور الشكر كثيرة جدا. إن شاء الله يتحقق ذلك المعنى في قلوبنا مع القرآن إن شاء الله. إن شاء الله.